أنيونغ تاغي، مرحبا، رجعت لكم جوجو مرة ثانية من قناة ديتس. خلوني اليوم أعرفكم على فنان على طول، جو جو. تعرفوا على أحد أكثر الأسامي إثارة في الفن الكوري وهي كوين وسابي. فقط من خلال شكلها الخارجي تقدروا أن تستشعروا حرارة توابل الوسابي، صحيح؟ لكن ليس فقط شكلها المثير للاهتمام، بل أغانيها أيضا تشعركم بالحماس. هيا بنا نكتشف جاذبية كاردي بي الكورية كوين وسابي. تسمى كوين وسابي بكاردي بي الكورية، وتعد من أكثر الفنانات الكوريات إثارة في الوسط الفني، ومع اختيارها لتسريحات شعرها الجريئة ومظهرها الجذاب المصاحب لثقتها العالية بنفسها. بدأت كوين وسابي بجذب الاهتمام لها عبر أغنية أنيونغ تاغي في برنامج الترفيه الكوري، وبدأت تتلقى العديد من المكالمات من الفنانين الآخرين لمشاركتهم الأداء، كما قامت بنشر رقصة التويرك في كوريا بشكل أوسع. في الآونة الأخيرة قدمت عرض أسطوري من خلال انضمامها للأداء مع ملكة الكيبوب لي هيوري بأغنية Hey Mr. Big و You Go Girl. خريجة جامعة إيهو النسائية في كوريا، وهنا تبدأ الحبكة والتغيرات الكبيرة في حياة كوين وسابي. في البداية تخرجت كوين وسابي من جامعة إيهو النسائية من تخصص التعليم، كما تعد جامعة إيهو من أكبر وأشهر الجامعات النسائية في العالم وفي كوريا على سبيل الخصوص. مع أن حلم كوين وسابي كان يبعد قليلا عن التعليم، لكنها واصلت تعليمها إلى أن جرفت وأطلقت العنان لروحها الحقيقية لكي تظهر للعالم، ولذلك قامت بالتحدي وإظهار فنها عن طريق موسيقى الهيب هوب. المعجبون يمزحون دوما بأنها إن لم تتمكن وسابي بالنجاح كمديرة شركة، بإمكانها دوما العودة للمسار التعليمي وفتح أكاديمية خاصة فيها. ظهورها اللامع في برامج الترفيه. كشف أثر ظهورها في البرامج الترفيهية المتنوعة عن جانبها الذكي والمثير في الآن ذاته، وخاصة في البرنامج الواقعي Game of Blood، حيث يتنافس المتسابقون على المال. عرضت كوين وسابي حينها استراتيجيات مكثفة، وقامت بالتخطيط لحروب ذهنية، وعلى الرغم من عدم قدرتها على الفوز بتلك المسابقة، إلا أنها أرت المعجبون جانب آخر منها. لم تكن تتمتع بالكيمياء الكثيرة بينها وبين المتسابقون فحسب، بل كان أسلوبها الجاد هو الذي حاز على انطباعات إيجابية. من لم يشاهد البرنامج أنصحه بمشاهدته بشدة. وقعت بجاذبية كوين وسابي؟ مع السلامة، أنيونغ تاغي.